بسم الله والحمد لله. ربنا اشرح صدور الإسلام وبيض وجوهنا بالتمام ونقي قلوبنا من الآثام. ومثل الذين ينفقون، هذه آية 265 من البقرة ذكر لباس. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني محبتك لله تخليك تغدق على المحرومين، سواء كان بابتسامة أو صدقة في أجل إخوانك من البشر ومن الجن، إخوانك المؤمنين تبسمك قد يفيدهم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم، يعني يزيدوا فك العمل ذاك ثبات على منهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي التقوى. التقوى ها هنا قائدنا الأعظم عليه الصلاة والسلام، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا، يعني لا تقوى مظهرية ك إكزيبسيونيست، تقوى هنا انتر تون ديفوسيون او فان فون دو لا بيرسوناليتي هيومان. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة، يعني ان جاردان او ان شوم، بربوة في بقعة مرتفعة اصاب وابل، جات زخم من المطر ما يكفي باش تنبت الارض ذيك، وابل فاتت كل اكلها ضعفين، لا ريكولت اي تي دوبل، فلم يصب وابل فطل، حاجة رذاذ لكن مستمر، انا يغذي ويساهم في الانبات، فطل والله بما تعملون بصير، ربي يعرف اين كل شيء. الآية يقبلها شي، يقول ربي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس دي مود كي كالكان كي في دو بيان ولا يؤمن بالله ولا باليوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا عنده إيمان بالله لدفعه إلى ذلك ولا يؤمن بل يكونهم ثم يوم بعد. فمثله كمثل صفوان، أي صخرة عليه تراب، في الإضاءة يقول لك هذا تراب، فأصابه وابل يعني زخة كبيرة مطر شديدة، فتركوا صلدا ذبك التراب هذيك، وظهر حقيقته يعني هو قلب قاسي، نسأل الله السلامة، لا يقدم على شيء مما كسبوا، يعني ما كسب شيء حقيقة، ترك تنافق والمنافق ما يكسب شيء إلا مقت الله وغضبه وأليم عقابه، والله لا يهدي القوم الكافرين. احسب حسابك يا منافق، عندك كفر وزدت عليه لعب على العباده، صلى الله عليه وسلم وحبائل الشيطان.